السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إياكم سيد عدنان من مايك وشراكم، واليوم ويوم عرسنا الجميل كميل القدمي، وعرسنا في القدم. مدام هالفترة مر عليكم سعد الدباح ودبحكم، ومر عليكم الجراد وقصفكم، وجاكم الكورونا وخلاكم تقعدون في البيت، ما عليكم إلا مايك وشراكم يوسع صدركم. حياكم وياي داخل، خلنا نشوف وش يصير في المايك. حياكم. لحظة بنصور، لحظة بنصور، تخرب بالي لحظة يتكلم. لا لحظة، لا 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 لا، راير اقتمن. اي 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 الله يزوج كل اعزب. المصور يا جماعه مو متزوج. وش اسمك حبيبي؟ سيد محمد. سيد محمد، ان شاء الله الله يعرسك ان شاء الله، وحياكم مال بشراكم توت. اقول لك كريم، ضيافه انت وجماعتك. بلاش بلاش. اقعد ابو جاسم الحقني. يلا سيد لازم سيد. يلا يلا، وش اقول؟ ان شاء الله يطرح البركه. مبارك للعريس كمال حبيبنا وبالرفاه والبني. ضربه بالقبقاب. كل مال من هالعيال، من ولد عمتي، ولد عمتي خربت، ولد عمت العروس. العروس مو العروس، انا اصير حق ابوي، يصير ولد عمتي. اقبال. لا لا خله كذي، والله يعرس الاعزبيه كلهم ان شاء الله. حبيبي موفقين. زوجونك الرابعه شكله؟ لا ما اخذ اختي، يعني غرب اني هو. مبارك لاخينا كمين ونجح. عيد عيد. كيف كذي؟ سيد عدنان، سيد علي، سيد سادة، سيد امين، سيد محمد. بس ابو حمزه مسكين بيننا ضايع. بارك لك بعرس. ليه ما ضيع عرسني؟ بتعرسه؟ الله يطرح البركه و المشكله خلاص سنه وكل سنه. هذا بيك. لا خليني اتكلم كلش. ما توهق حق ها؟ حلو ما توهق. لا احنا غير احسن. تونا من قبل. وانا صايمين. انا فكرت انا فكرت انا فكرت هذاك مخلصين انت ويش؟ انا بعد اصبر. بغسل ايدي وبجي. لا اعطيك كلمه، بغسل وبجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجل سيد عدنان وياكم في مايك بشرايكم. ضربه بالقبقاب. الله يطرح له البركه ان شاء الله، وهنيهم ووفقهم ان شاء الله. خلاص لا بعد منام اخويا في اثنين، لا هذا الواحد خلاص قال الحكي ماله بعد، يعني يعني مدام اثنينهم نفس الشكل فمعناته الكلام نفس الشيء، ما بيفرق. يتغير كلام، يتغير كيف قصه وسوي كوبي ورد الصقه مره ثانيه ويصير نفس الحكي. الله يطرح له البركه ان شاء الله، وهنيهم ووفقهم ان شاء الله. توجهت للقبله يوم شفته ذكرت. اسمع خذ هالابيات. هلا 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 هلا. خلاص تعال انت صوبي عشان تعرسونه. ادعو الهي وربي يفتح على العزاب، كل عازبة وكل عازب، ولا ننسى هالشياب. لا يعني اللي عندنا هنا، واللي يريد الثانية افتح يا ربي باب. بس عاد بتعمى لا تدري وتضربه بالقبقاب ترى. انا رفيق المعرس ده. الله يطرح البركه ان شاء الله. خلاص 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 خلاص.
ابو ابراهيم تعال يا شوي تعال يا شوي للعريس والعروس والعروسة سيدنا نقدر نقول براويك جعفر لكن براويك جعفر علي خدمت اوكي بعد ارد عيد مرة ثانية هلا وهلا مكحي سويت روحي اختم فوق ما صادوني احنا صادوني ادلب خلاص سوينا مرة كل حين بهذا عندي انا المايك وصله قول الله يبارك لي لا 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 ما باك بارك لروحك نشكر اللي حضروا ليك مشكورين جميع اللي حضروا وان شاء الله نشوفكم في الافراح ان شاء الله